لكم التحية مشاهدينا في كل مكان، يتواصل معكم هذا النبض الحي رصدا لردود الأفعال حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بالأمس، وتستمر هذه التغطية الخاصة لقناة الشروق. معنا داخل الاستوديو الأستاذ عثمان أبو الروس نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، مرحبا بك. مرحبا بك عثمان أبو راس. مرحبا بك. وأيضا نرحب بالأستاذ نصر الدين رحال، هو محامي وقيادي في الحرية والتغيير وعضو لجنة صياغة الدستور، مرحبا بك. مرحب 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 بقناة الشروق ومرحب بالمشاهدين الكرام. مرحبا بك. وبداية، بما أنك في لجنة المحامين لصياغة الدستور وقد خرجت هذه الوثيقة أيضا من لجنة المحامين، هل ترى هذا الاتفاق يلبي أشواق الشعب السوداني؟ أول حاجة أنا يعني التحية لقناة الشروق، وعبرها أحيي المشاهد الكريم وأحيي نضالات الشعب السوداني الذي ظل دائما في نضالات مستمرة، قاوم وناضل كل الشموليات التي قبعت على صدر الشعب السوداني في ثورات ضخمة، ثورة أكتوبر 64 ورجب أبريل 85 والانتفاضة ديسمبر المجيدة. التحية للشعب الكريم والتحايا لشهدائنا الأبرار الذين استشهدوا في أبان ثورة ديسمبر المجيدة، وكذلك الذين استشهدوا أيضا بعد انقلاب 25 أكتوبر، التحية لهم جميعا. حقيقة نقابة المحامين اللجنة التسييرية حركت البركة الساكنة بابتدار لمشروع الدستور الانتقالي، وفي داء دعت كل القوى الثورية والقوى السياسية لها مساهمة في العمل السياسي بالبلاد، واجتمعوا في دار المحامين وناقشوا القضايا التي يجب أن تناقش وهي ضمن قضايا الفترة الانتقالية. وحقيقة من هناك كانت البداية التي حركت البركة الساكنة، وطرحت هذه الوثيقة لكل الأطراف الذين كانوا جزء من المشاورات في ذلك في تلك الأيام بدار المحامين بشهر 61، والذين لم يكونوا جزءا من تلك النقاشات سواء كان قوى الحرية والتقيير أو قوى الكفاح المسلح أو قوى الانتقال كما يسمون جداد حزب المؤتمر الشعبي والإخوة في أنصار السنة وغيرهم من القوى التي لها رأي في العمل العام في البلاد، كانوا جزءا من هذه النقاشات ناقشوا كل القضايا التي أثيرت في مشروع الدستور الانتقالي إلى أن أصبح في نسخته الأخيرة التي هي بين في وسائط متداولة وكل الناس يطلعوا عليها، ثم عرضت أيضا لبعثة الأمم المتحدة فولكر وكل الناس الداعمين لعملية الانتقال، عرضت لهم هذه الوثيقة، وكذلك عرضت للانقلابيين القوى العسكريه اللي قادت انقلاب 25 اكتوبر وابدوا بعض الملاحظات عليها، ثم جمعت هذه الملاحظات ومن ثم تكونت لجنه السياقه. صيغت هذه اللجنه السياقه في الدستور الانتقالي الحالي، مشروع الدستور الانتقالي، والى ان قادنا الى هذه المرحله التي بالامس شهد الشعب السوداني. وأنا أهنئ من هذا المقر كل الشعب السوداني للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وأشيد بجهود كل الذين قاموا بهذا الدور، كل القوى الحرية التغيير الفاعلين اللي قادوا إلى هذا العمل. صراحة الشعب السوداني عانى الأمرين ويعاني أشد، ولذلك ما كان أمامنا. عن القوى السياسية المختلفة، وزي ما ذكرت هي عرضت عليها هذه الوثيقة، هذا سنعود للحديث عنه، ولكن السؤال كان هل هذه النصوص تلبي أشواق قوى الثورة وأيضا الشعب السوداني؟ مطالب قوى الثورة هو الشارع، وأنا جزء من محامين الطوارئ وجزء من لجنة الميدان لقوى الحرية والتغيير، ولصيق بالمطالب الشارع، كل المطالب الشارع
اللي بتنادوا عنها القصاص تناقش في مسألة العدالة والعدالة الانتقالية. عودة العسكر للسكنات ناقشت الوثيقة الدستورية، عودة العسكر للسكنات والسلطة المدنية الآن ناقشت السلطة المدنية وحسمت هذه المسألة في المشروع الدستوري الانتقالي، وكذلك حسمت في الاتفاق السياسي الإطاري الحالي. إذن استطيع أن أقول لبت هذه الوثيقة وكذلك لب الاتفاق السياسي الإطاري طموح الشعب السوداني. ليس كل ما يدركه المرء كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن استطيع أن أقول أغلب مطالب الشارع وأغلب مطالب الشعب السوداني لبت المشروع الدستور الانتقالي ولبت الاتفاق السياسي الإطاري. أستاذ عثمان، يعني الحديث لنصر الدين يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو ملبي لأشواق القوى الثورية وأشواق الشارع السوداني، وهذا قد يطرح سؤال مباشر لكم في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. إذا كان هذا الاتفاق يلبي أشواقكم كقوى ثورة، لماذا تتحفظون عليه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بك أستاذة، ومرحب بزميلنا الأستاذ نصر الدين. أنا الحقيقة عايز أعلق على جملة قصيرة بتعبير موجز. في مطعم فاتح كاتب بكرة الفطور مجان، والناس مشوا المطعم بكرة وجرسون بيحاسب فيهم. قال لي يا أخي أنت ما قلت بكرة الفطور مجان؟ قال لهم ما بكرة الفطور مجان. فالحديث عن إنه يعني هذه الوثيقة تلبي أشواق السودانيين ده شيء سابق لأوانه، لم نرى له. الآن نتحدث الجانب النظري، ولكن حديثك أيضا يعني تعني أن إنفاذ هذه الوثيقة يمكن أن يكون فيه مشكلات. يعني ده جزء من التقدير. في مسائل جوهرية، يعني لما نتكلم عن إنه تلبي مطالب الشارع، مطلب الشارع الأول اللي بيوصله لبقية مطالبه إسقاط الانقلاب. هذه الوثيقة فيها شراكة مع الانقلابيين، فلا يعقل أن يسقط الانقلابي نفسه، سيما إذا كان هذا الانقلابي نفسه جرب أكثر من مرة وحنث الوعد والعهد والميثاق، والليلة بتاعت التوقيع نفسها يوم التوقيع نفسه شهدت الشوارع إنه هذا اللي بيتحدث عن الدولة المدنية وإلى آخره بيضرب ما متحمل متظاهرة تطلع في باشدار ولا في شروني ولا في المؤسسة ولا في الأربعين، بيضرب فيهم بالبومبان، واستمر من يوم انقلابه متواصل في هذا الأمر. فأثق فيه كيفين في أنه يمكن أن تلبي. أنا بقول أنه ده ممكن يحصل ومحتاج لمزيد من البحث في تفاصيله، نجيها لما نجي للتفاصيل. ولكن الأولوية في أننا نحن نخط الحصان قدام العربة، بذل الجهود لبناء الجبهة الشعبية العريضة لإسقاط الانقلاب، ومن ثم نجي للإصلاح العدلي والإصلاح العسكري وإلى آخر. سنعود للحديث عن الشراكة، ونعود أيضا لآلية ما تتحدث عنه أنه كيف يمكن أن يكون، ولكن كان يجب أن نبتدر بسؤال أيضا. تحدث أستاذ نصر الدين بأن هذه الوثيقة وهذه النصوص قد عرضت لكل القوى السياسية، فهل عرضت عليكم هذه الوثيقة؟ طيب، يعني نخش بشفافية قدام شعبنا. لما نقول إنه والله الوثيقة قيل إنها هي دي مشروع، ولما نقول ونحن جزء من الحرية والتغيير، قلنا لن نذهب لحل إلا بعد ما نستصحب هذا الحل مع قوى الثورة. والثورة منه حرية وتغيير، لجان مقاومة، أسر شهداء، وكل الرافضين لانقلاب 25 أكتوبر. ما حنمشي برانا على الإطلاق، إذا ما وافقت عليه ما حنمشي. طيب، في شيء حصل أخطر من كده، إنه لما نطلب من القوى السياسية المختلفة في المكتب التنفيذي وفي المجلس المركزي تقدم ملاحظاتها، لم ينتظر الممسكين بالأمر مناقشة هذه الملاحظات، وذهبوا فورا لتحديد ميعاد للتوقيع.
يعني عرضت عليكم هذه الوثيقة، كنتم موجودين ضمن الذين يعني كانوا وقدمنا ملاحظات، وقدمنا ملاحظات مكتوبة لم تناقش هذه الملاحظات. يتقال تدعم اللجنة تقعد معاكم، قعدت معانا لجنة مرة ومرة تانية ومفترض مرة ثالثة، ولكن هم ذهبوا. وهل كان الانسحاب لأنهم لم يعني يخضعوا لهذه الملاحظات ولم يتناولوا هذه الملاحظات من خلال النصوص والتعديل؟ لماذا انسحبتم وقد بدأتم معهم يعني صياغة هذه النصوص؟ نحن حسنا ما قلنا انسحبنا، نحن ما قلنا انسحبنا، ما وقعنا لا الآن أنتم رافضين لهذا. نحن هاي رافضين، رافضين التوقيع، لأنه لن نذهب لحل بدون قوى شعبنا، ولن نمد أيدينا ولن نشرعنا الانقلاب. الانقلابيين ديل مكانهم المحكمة. أنت بتحاكم البشير على شنو؟ لأنه ارتكب انقلاب. البرهان ورهطه الانقلابيين ديل مكانهم الطبيعي محاكمة على جريمة انقلاب 25 أكتوبر وكافة الجرائم التي ارتكبت بناء على هذا الانقلاب. سأعود لهذا الحديث، ويمكن هي أسئلة لابد من الإجابة عليها أستاذ نصر الدين في الحديث عن الشراكة المرفوضة والتي أنتم الآن تمارسونها، هل هي شراكة حقا أم شيء آخر؟ ولكن خليني يعني أخذ ما تحدث عنه في الآخر في الحديث عن العدالة، ويمكن هذا ما تناولتموه من خلال النصوص في حديث عن العدالة الإنسانية. هل يمكن أن يكون هذا يعني الجلباب الواسع للحديث عن تجزئة العدالة في من يحاكمون ومن لا يحاكمون؟ والحياة أنا قبل أن أجيب على سؤالك دعيني أن أعلق على حديث عمنا عثمان أوراس. حقيقة يعني حزب البعث بلا شك هو واحد من أعتق وأقوى الأحزاب القوى السياسية الفاعلة في العمل السياسي، وهو دائما في العمل الجبهوي ده هو يعني أساسي في كل الشموليات ولا ذال هو أساسي. ولكن حزب البعث العربي الاشتراكي هو كان جزء من كل التفاصيل داخل قوى الحرية والتغيير بمكاتب المختلفة، سواء كان المكتب التنفيذي أو المكتب المجلس المركزي أو اللجان المتخصصة الأخرى. وعرضت عليه هذه النقاشات سواء كان مشروع الدستور الانتقالي أو سواء كان تفاصيل التي وردت في الاتفاق السياسي الإطاري، وهو جزء من العمل تماما. ده بخليني اقول طوالي يعني استلهم معي القاعده الفقهيه اللي جايه في قانون الإثبات: من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. فهو هم الاخوه والرفقه المضالين في الحزب البعث كانوا جزء اصيل من المساله دي، ولكن التقديرات الجادة تقديرات جديدة. بيبقى هو السؤال، هو لم يتحدث عن نقد، هو السؤال المطروح. تحدث أن لحزب البعث تحفظات أنا بس خلاص، ما هو تحفظات لماذا هو لم تشمل يعني هذا النقد تحفظات؟ لماذا ساعدتم إلى التوقيع؟ إحنا في لحظة مفصلية حرجة، دعيني أن نناقش هذه المسائل بكل شفافية، لأن إحنا مقبلين على هذا ما نريده تأسيس الشفافية. أيوة تأسيس لفترة انتقالية جديدة دون أي قبن، دون أي دس على بعض الحاجات الناس بيفتكروا انه عليها تحفظات. حزب البعث العربي الاشتراكي كان ولا زال جزء من هذا التحالف وجزء اصيل من هذه الاتفاقات كما ذكرت لك، لكن ده بمقدور الناس اللي كان بيقدروا يعملوه. هو ده اذا في اليات ثانيه اخرى غير الاليات دي ممكن ان تقودنا الى التحول المدني الديمقراطي، غير الاشياء المكتوبه والمقروءه فلياتوا به. قبل أن تجيب على السؤال فيما يتعلق عن السؤال سأعود الآخر سأعود إليك في العدالة العدالة سأعود للحديث عنها، ولكن بداية يعني أو أرجع لك في حديثه عن الآليات. يعني هو يقول هذا هو المتاح الآن، هل ترون آليات كان يمكن يعني أن تكون موجودة وأن تنفذ هذه النصوص وحتى تشمل تحفظاتكم لتكون هي موجودة من خلال هذه الوثيقة للتوقيع عليها؟ أنا يعني ما عايز أناقش هل كان من الممكن إنه يكون في شيء آخر. نعم كان ممكن يكون في شيء آخر. الشيء الآخر اللي كان ممكن يمشي لقدام هو أن نستصحب معانا قوى الثورة ونناقش ملاحظاتها المختلفة، ما نتفق عليه هو اللي بنمشي له، وده الضامن الوحيد لانتصارنا. هو تحدث عن كل قوى الثورة كانت موجودة وعرض عليها هذه النصوص. أنا يعني مع كل التقدير والاحترام، إذا عايز تفاصيل وقائع اجتماعات أنا بقول يوم الخميس الماضي عقد اجتماع للمكتب التنفيذي
وفي نفس اليوم كان في اجتماع للمجلس المركزي وقبله شكلت لجنة تقعد معانا في ملاحظاتها. قعدت معانا اللجنة وامتدى لغاية ميعاد اجتماع المكتب التنفيذي. حصلنا باقي الاجتماع بتاع المكتب التنفيذي وحضرنا باقي الاجتماع بتاع المجلس المركزي وتقرر مزيد من التواصل. اللجنة تواصل ويشوفوا يمكن أن يتفقوا على شنو. ده كان بيقتضي إنه الناس ينتظروا ما توصلت إليه اللجنة. تقول والله نحن توصلنا لكده اتفقنا على كده قبل ما تمشي وتقول والله أنا عندي مواعيد لتوقيع توقيع. في ناس عندها ملاحظات أنت ما ناقشت الملاحظات دي. الكلام ده لو في زول في المكتب التنفيذي يمكن أن ينفيه أنا بقول إنه ده على شهود الأعيان حاضرين اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس المركزي واللجنة الكلفت بأنه تقعد معانا. قعدنا في دار تجمع الاتحادي يوم الخميس ويوم الجمعة أيضا قعدنا في منزل الأخ الحبيب الواثق واتفقنا على أن نتواصل مرة تانية لكن كانت الإعلانات السبت فالاثنين. يعني أنت عايز تخدتني قدام أمر واقع ما ناقشتني في تفاصيله ما خدت بالك لملاحظاتي بصرف النظر عن رأيي في المضمون. لكن أنا أفتكر أنه ده منهج نحن إذا بنتكلم مع شعبنا بشفافية ينبغي أن نمارس هذا النقد لهذا النوع من التجاهل أو ماذا أقول التعبير إياه ذاك بتاع السواقة بالخلا يعني. ردك والله أنا يؤسفني جدا أن نتكلم ونحن حلفاء في تحالف واحد ولا زلنا بلغة متنافرة. ولكن الوضوح هو مهم لأن الشعب السوداني يجب أن يفهم التحالف ده هو ده التباين والتحالف ده هو اللي بيقوي العمل دائما العمل العام هو بيقوي شكل التحالف. لكن أنا في تقديري كان هم يوضحوا ملاحظاتهم يعني يتكلموا عن رؤية حتى الآن ما استبانوا يعني الاتفاق ده أي زول وجد تأييد كبير داخلي وخارجي. أنا في تقديري كان يقولوا ملاحظاتهم. الشراكة اللي بيتكلم عنها جبيل ما في شراكة في الفترة اللي فاتت في الوثيقة الدستورية المنقلب عليها ولكن هذا الاتفاق لم يكن هناك شراكة بيننا وبين العسكر بل السلطة كلها مدنية بكل أجهزتها أجهزة السلطة الانتقالية كلها مدنية. نبهى من حديثك هل ملاحظاتهم لم تكن واقعية أم أن هذه الملاحظات لماذا لم تنتظر حتى تضمن ضمن هذه الوثيقة؟ الأستاذ عثمان براس ما احترامي له هو تكلم عن أنه ده لا يلبي الطموحات. إحنا تكلمنا عن الكلام المكتوب ده وقلنا بلبي الطموحات رؤيتهم شنو في أنه يا أخي الاتفاق ده الحاجة اللي ما بتلبي الطموحات شنو دخول العسكر للسكنات دخلوا السكنات محاكمة العسكر تكلمنا عن العدالة والعدالة الانتقالية إصلاح تفكيك النظام كل المسائل دي واردة في الاتفاق. إذا ما هي الأشياء اللي تكلموا عنها؟ لا توجد أي شراكة ما بين العسكر وما بين الفترة الانتقالية الخادمة على الإطلاق ولم تشير الوثيقة المشروع الدستوري الانتقالي ولا الاتفاق السياسي الإطاري لأي مشاركة في أي شكل من أشكال مؤسسات الحكم المعروف والمعلومة الدستورية. لكن هو يتحدث عن أنه قال لهم ملاحظات ولذلك ما قيل عن المناقشات التمت سواء كان في المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي المسألة دي حسمت ودعى الاجتماع. أنا حسب علمي دعى الاجتماع كبير وموسع ونوقشت هذه المسائل. الصحيح اتكونت لجنة وتحسم الأمر ده عبر الحضور اللي كانوا حاضرين وحدد المواعيد ضربت مواعيد توقيع المواعيد دي ومشوا على القصر وهم لا زالوا موجودين داخل القوى الحرية وبيحضروا الاجتماعات المكونات والحرية التغيير لا زالوا بيحضروا الاجتماعات سوى الملاحظات الأخيرة. الموقف طرأ جديد فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري السياسي وهي يعني بالنسبة لهم قد تكون هذه الملاحظات مهمة سنعود للحديث عنها. ولكن أيضا كان حديثه عن هذه العدالة وتجزئة العدالة. كان سألتك سؤال من خلال هذه النصوص موجود نص في حديث عن ينص على المسمى العدالة الإنسانية فهذا يريد يعني شيء من التفنيد لهذا النص. وهل هذا يعني ما ذكره أستاذ عثمان بأنه هنالك من لا يحاكمون وهنالك من يحاكمون على ذات الجرم؟ الإنقاس طوال 30 سنة دي أقرقت كل الأجهزة العسكرية والمدنية والعدلية بعناصر كيزانية مشيطنة. الملف العدلي ده لا نستطيع أننا نتفق معه تماما. لا نستطيع في ظل وجود الكم الهائل من الاستيطان الكيزاني داخل هذه الأجهزة العدلية أن نحاكم رموز النظام إلا بفكفكة
واصلاح هذه الاجهزه اصلاح حقيقي، وده ما بتم الا عبر بروسيس مكتوب ومتفق عليه في هذه المشروع الدستور الانتقالي، ومكتوب ونصوص عليه في الاتفاق السياسي الاطاري، وده داير وكد يعني فساد بتاع 30 سنه عشان داير تقوم اجهزه تقوم على محاكمه رموز النظام. انا بفتكر انه ده اصلاحه محتاج وكد، محتاج لاختيار عناصر قويه عندها المقدره على معرفه بؤر الاستيطان الكيزاني عشان تفكك الاستيطان الكيزاني الموجود داخل الاجهزه العدليه او الاجهزه المدنيه. ولذلك محاكمه رموز النظام بتتم وفق بروسس ماشي ومتفقين عليه، وحيتم خلال ال 24 شهر المتفق عليها في الاتفاق السياسي الاطاري تم توقيعه بالامس. الحديث عن العداله الانسانيه، ماذا تعني هذا المسمى يعني العداله الانسانيه؟ أنا العدالة هي طبعا المشروع الدستوري الانتقالي والاتفاق الإطاري تكلم عن العدالة والعدالة الانتقالية، ده تكلم عنهم بكل وضوح، لكن في ظلم اجتماعي ووقع على جزء من الضحايا وجزء من الناس اللي كانوا بيفتكروا واقع عليهم تهميش وعناصر اخرى موجوده داخل الدوله السودانيه بتفتكر انه طوال 30 سنه وقع عليها مظلمه، ولذلك هذه المظلمه لا ترفع الا عبر بروسس عدلي محدد تكلمت عنه العداله الانتقاليه في 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 واحده من البروسس بتاع العداله الانتقاليه بتتم كيف نقدر ننصف الناس اللي وقع عليهم ظلم اجتماعي او ظلم اللي يتكلم عنه كل المظالم. العداله عندنا هي عداله واحده لا تتجزا، سواء كان عداله انتقاليه او العداله الجنائيه اللي بيتكلم عنها القانون الجنائي او القوانين العقابيه الدوليه، سواء كان قانون الدول الإنساني أو قانون القوانين المعروفة والمعلومة. إحنا كمحامين أو المحاكم اللي بنترافع فيها لمحاكمة أي زول ارتكب جرم مخالف لأي نص قانوني موجود وفي الدولة. سأتحدث في جزئين من حديث أستاذ نصر الدين أستاذ بروس، أو بداية الحديث عن هذا الحديث عن تحفظاتكم، وقال أنها كانت هناك تحفظات أولية وتمت المناقشة في جوانب مختلفة، ولكن هذه التحفظات الأخيرة التي يبدو حسب حديثه أنه لم تكن يعني لها جوانب واقعية أو منطقية، فما هي هذه التحفظات الأخيرة التي تحدث عنها؟ هي ما تحفظات أخيرة، هي تحفظات سلمت لسكرتارية المكتب التنفيذي والمجلس المركزي. ما هي؟ ولم تناقش لا في المكتب التنفيذي ولا في المجلس المركزي، بل وقعدوا يتساءلوا عنها، قلنا سلمنا لكم مرتين سوفت وهارد الاثنين للسكرتاري. الاجتماع اللي بيتكلم عنه انه اجيزت وما اجيزت لم تجاز من اجتماع للمجلس المركزي، وانا عضو في المجلس المركزي وعضو في المكتب التنفيذي للحرية والتغيير. اخر اجتماع للمجلس المركزي كان يوم الخميس يوم الجمعه، نحن قعدنا متواصلين مع الإخوة الواثق طه أيمن كمال بولات إلى آخره، قعدوا معنا نحن مجموعة من الحزب بنناقش في هذا الأمر. العجلة في شنو؟ السؤال هو العجلة في شنو؟ أنا بفتكر في نقطة مهمة يعني اسمح لي أقولها، نحن إن لم نشخص طبيعة الأزمة، الأزمة هي ذات شنو؟ بعد ذاك الكلام عن الحلول بيبقى فيه يعني خلل بيبقى سابق. لنعرف هذا الجانب كان حديثي وسؤالي ما هي تحفظاتكم التي تجاوزها يعني تجاوزتها هذه الوثيقة؟ أولاها تشخيص الأزمة في إنه الأزمة دي في انقلاب اسمه 25 أكتوبر أطاح بفترة انتقالية، أطاح بمشروع تحول ديمقراطي، تبقى الأولوية في مناقشة كيف نصل لمخرج إسقاط الانقلاب. السبيل لإسقاط الانقلاب ده متفقين عليه ونحن في الحرية والتغيير كلنا، جابها شعبية عريضة إلى آخره، تصطحب معاها كافة قوى الثورة، ترتب لحراك في الولايات وفي العاصمة مع بعض، ونحن أعضاء في اللجنة التنظيمية سويا الأستاذ نصر الدين في دي، ووضعنا برامج حتى في ورشة للولايات عقدت يوم 29 و30 من الشهر الماضي، واتفقنا في هذه الورشة إنه نحن نصل للولايات في ميعاد أقصاه الأسبوع الأول من ديسمبر، وده ما حصل وما تم اهتمام به على الإطلاق. ونحن الليلة في يوم ستة حنصلكم، وناس الولايات قالوا نحن ما بنقبل وصاية من المركز ولازم نمثل في المجلس المركزي وما تجيبوا لنا أشياء وتقول لنا أبصموا عليها.
انا افتكر ده شيء مهم. انت اذا عايز توسع قاعده المشاركه مع قوى الثوره دي لابد ان تستمع اليه. السامع استاذ ابو راس قد يكون حديثه في جوانب مختلفه. احنا الان يعني نمثل الشعب السوداني المحايد، يعني جوانب مختلفة لهذا الحديث. بداية بحديث عن المواجهة الشعبية وهذه المواجهة التي 4 سنوات يعني أبناؤهم في الطرقات، منهم من استشهد ومنهم من جرح وغيرها، وهذا يعني مرهق بالنسبة لهذا الشعب. جانب آخر في الحديث عن وجود العسكريين في السلطة، قد يكون هذا الاتفاق أيضا هو يعني خروج للعسكريين عن السلطة، فما هو المطلوب في هذا الجانب؟ يعني هو يمكن العسكريين شركاء في تصميم هذه العملية، ما مشوا بها براهم، هم مشوا خدوا يدينهم على هؤلاء الانقلابيين وقال لهم في آخر كلام له وهو طالع، ما هي العملية التي تتحدث عنها؟ النصوص التي وجدت من خلال هذه الوثيقة في الاتفاقية ذاتها، قال العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، ولو ما حصل توافق ما حصل. أنت الآمر الناهي، أنت الفرعون، أنت لا أريكم إلا ما أرى، ده موجود. فما تقول لي العسكر مشوا السكنات، عسكر ستيل موجودين. ونحن نتكلم عن العسكر جيش سوداني أو مؤسسات على العين والرأس، كل مؤسساتنا وديل أبنائنا وديل. لكن نحن نتكلم عن إنقلابيين بتسلطوا على الجيش باسم الشعب وعلى الشعب باسم الجيش، وبيدعوا زي ما هو ادعى قبل كده وأشار لثلاثة قوة، قال بحذرهم من إنهم هم يمدوا يدينهم في عمل سياسي إسلاميين شيوعيين وبعثيين، لاك كده بلسانه بعثيين. أنت في قانون واضح جدا في القوات المسلحة، اللي بيمشي يشتغل في الجيش ده بودو يحاكم يعني بقانون القوات المسلحة. وهكذا أنت نفسك اللي عملت الانقلاب ده، يعني مفترض أنك أنت بتحاكم. هذه النصوص التي تحدث عنها، هذا يقودنا لحديث يعني هو دائر أيضا في الأوساط الإعلامية في حديث عن هذه الوثيقة. لم تصدر أصلا من لجنة المحامين أو غيرها، هي نصوص أتت معلبة ليوقع عليها أو لتوقع عليها قوى الثورة السودانية. فنريد أيضا إجابة منك وفي شرعية أيضا لجنة المحامين في إخراج هذه الوثيقة. طيب دعيني قبل أن أجاب على هذا السؤال أن أعلق على جزئيات من حديث أستاذنا وعمنا عثمان أبو راس، له التحية والإحترام. الحقيقة هو سأل عن أنه تشخيص الأزمة، الأزمة مشخصة كلنا شخصناها مع بعض، فقول الحرية والتغيير وماشيين عبر إجراءات سياسية في إسقاط أو إنهاء سمي ما تشاء هذا الإنقلاب، وده ماشيين فيه عبر البروسيس السياسي، العملية السياسية الآن هي ماشية. طيب وبتكلم عن ماذا الاستعجال؟ أنت تكلمت عن أنه المعاناة الأكاهل الشعب السوداني، نحن نتكلم عن انه يا اخي الاستعجال، دواء الاستعجال كثيره طبعا. انتوا كلكم تعلمون انه الان البلد دي فيها كميه من المشاكل، ما في زول عايز يعني يذكروا بانه والله البلد دي الازمه اللي هي عايشاها. ولذلك استعجالنا على انهاء الانقلاب ده وعلى دخول اجبار العسكر على دخوله من السكنات هو ده كان اللي بيخلي الناس يستعجلوا. اما فيما يتعلق بتوسيع المشاركه وفتح الجبهه، الجبهه دي فتحت وبيع كل الناس بما فيهم الاخوه في حزب الشيوعي السوداني التحرير لهم ايضا دعوا للالتحاق بهذا التعالق الا انهم رفضوا. ظلت ايادك والحريه والتغيير ممتده لكل الناس. الحديث عن التوسيع مطلوب قبل ان ولا زال على بقيه ولا زال هذا الاتفاق الاطاري ندعي له كل الناس انه يكونوا جزء من العمليه سواء كان قبل التوسيع وبعد التوسيع. على هذه الاسئله طيب. الحديث عن ساعود اليك في الاسئله الجزئيه التي ذكرناها من خلال هذا الحديث، ولكن حتى انا اتجاوز حديثك عن السؤال عن انه ساعود للحديث عنها، لكن في حديثك عن الحريه والتغيير وطريق لتوسيع هذه القاعده، يعني الملاحظ لقوى الحريه والتغيير انها تفقد منذ الثوره حتى الآن في كل مرحلة جزئيات مختلفة، فكيف يمكن يعني أن تمضي في توسيع الشراكة والخروج أيضا لاتفاق لطيف واسع من القوى السياسية أو قوى الثورة؟ والله أنا ما فاهم قصدك شنو بفقدان جزء. إحنا لا، والحرية التغيير بالعكس الآن قوى الثورة عندما بدأت بعد يعني الوقت التي وقعت على الوثيقة في 19 ديسمبر حتى الآن لم تفقد جزء كبير من الحرية والتغيير، لم تفقد جزء كبير من الذين كانوا موجودين من خلال التوقيع على هذه الأحزاب السياسية المختلفة إذا كان حزب البعث أو غيره حتى؟ بالعكس 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 بالعكس، القوة الحرية والتغيير هي توسع معهود المشاركة واحتضنت في داخلها مجموعة من القوى السياسية النشطة
هي جزء من العملية، لم تفقد ولم يسقط منها أي أحد، حتى الحزب البعث الاشتراكي العربي الآن هو داخل هذا التحالف العريض ويعمل، وإحنا يعني بنفتكر أنه هو يجب أنه يكون داخل هذا التحالف العريض، لأنه العمل ده هو جزء من العمل ده بناه، ويصبر مع الناس لحد ما العملية دي تمشي إلى مصبة ونهاياتها. يعني إحنا أبدا إطلاقا تحالفنا ده ما سقط منه ولا زول، باستثناء الحزب الشيوعي السوداني، ودي عنده تقديراته والرأي، وقاله بوضوح منذ البداية دعا لطريقة محددة سماها الجزرية وشقال فيها بالشارع وكده، لكن إحنا في تحالفنا ده ما فقدنا زول على الإطلاق، كلنا متماسكين ومتوحدين، ناقشنا هذه المسائل بتوافق وتراضي، وقدنا هذه العملية إلى أن توصلنا إليها بالأمس. على الإطلاق ما في أي زول سقط مننا حتى هذا اللحظة. قوى الثورة التي بدأت في البداية بالتأكيد كان تحالف واسع جدا، شمل حتى الحركات الكفاح المسلحة، الأحزاب المختلفة المناوئة للنظام السابق، والآن يعني نتحدث في جزئيات مختلفة، حتى في الاختلاف على يعني التوقيع على مجرد هذه الوثيقة، سنعود للحديث عن هذا الجانب، ولكن سؤالي أيضا عن هذه الوثيقة والحديث الدائر بأن هذه الوثيقة أتت جاهزة وأنها لم تخرج حتى من السودان ولا من لجنة المحاميين وغيرهم. طبعا حديث كذب وافتراء وبتاع قوة مضادة لقوة الثورة، وكلكم تشهدون أنه أبان الأيام التي كنا نناقش، والمحامين دعينا كل القوة السياسية الفعلة كما ذكرت لمناقشة قضايا الفترة الانتقالية، كلنا بما فينا حزب البعث وعايزين نعمل مشروع دستور انتقالي، شهد دار المحامين في شهر 61 هجوم شرس من المؤتمر الوطني بحضور القوة العسكرية والشرطية كانت حاضرة، حاولوا أن يفضوا هذا الاحتفاء، حاولوا أن يفضوا هذا الاجتماع والنقاش إلا أنهم ما استطاعوا، ولذلك حاولوا أن يشوشوا للناس أنه الوثيقة الدستورية دي معلبة ومقصرة، والكلام ده ما صحيح. الكلام ده هنا حضور وشاهد عليه، والأصار السنة بيشهد عليه، والمؤتمر الشعبي بيشهد عليه، وقوة الانتقال بيشهدوا على أن هذه الوثيقة قضاياها كلها نوغشت في المنضدة وتمت التوصيات وجوانب أخرى لشرعية الوثيقة. سؤال كمحامي، ما هي يعني ما يعطي هذه الوثيقة الشرعية لتكون هي وثيقة يجمع عليها الشعب، وهذا الدستور الذي تحدثون عن أن هذه الوثيقة وفقا لها ستكون مفوضية الدستور ودستور ده يعني انتقالي، من أين تأتي هذه الشرعية؟ إحنا في فترة انتقالية استثنائية، ودائما في الفترات الاستثنائية الانتقالية بيحصل توافق ما بين القوى المضادة للإنقلاب أو قوى الثورة سميها ما تشاء، بتتوافق حول دستور انتقالي عشان يحكم قبضته على الفترة الانتقالية. وده الدستور ده الفقهاء الفقه الدستوري يسموه أبو القوانين، يسود على كل القوانين، ولذلك الشرعية اللي تتكلم عنها أنت إذا قاصد الدستور اللي بيجي عبر الجمعية التأسيسية أو المجالس التشريعية، نحن نتكلم عن دستور يحكم فترة انتقالية، وده شرعيته بتكمن بياخد شرعيته من القوة التي ناقشته اللي هي جزء من إدارة الفترة الانتقالية، بتحتكم به تحكم به نفسها وبتحكم به الآخرين في الفترة الانتقالية المحددة، تجي شرعيته من هناك، يعني الشرعية بتاعته بتجي من خلال النقاش، من خلال التوافق عليه من كل القوى المشاركة. هل قانونيا كقانوني هذه يعني الشرعية من النقاش هذه قانونية؟ طبعا قانونية من وين؟ هو الدساتير دي ما بتجي من عوام الناس، والقوة دي تمثل عوام الناس، يعني انت لا تستطيع انك تجمع كل الناس في لحظه من اللحظات عشان تناقشوا في القضايا، لكن ممثلينهم في قوى الاحزاب السياسيه وممثلينهم في القوى الحيه المشاركه في العمليه السياسيه تناقش، وديل بيكونوا اوريدي هم رايهم ده بيمثل الاغلبيه الموجوده في النقاش، ولذلك رايهم وارائهم تنعكس في كل القضايا المطروحه، سواء كان قضايا العداله او قضايا الاقتصاد او القضايا المختلفه التي يناقشها الدستور، بتنعكس هنا وتبقى الدستور الانتقالي بيحتكم له الناس زي ما حصل في الوثيقه الدستوريه الانتقاليه. هو بالتاكيد راي المغلوب عليها، يحتمل يعني وجهات نظر مختلفه، سنعود للحديث عنها وسنتحدث عنها في ايام مقبلات، ولكن اريد ايضا يعني ان في الختام اتحدث استاذه والراس عن حديث، هل يمكن أن يكون هذا الاتفاق الإطاري مفتوح لتوقعون أنتم ومن يعارضونه يعني في أيام مقبلة؟ والآمر الناهي فتح
هذا الاتفاق للكل بالنص نفسه. كل من يوقع على الإعلان السياسي ده حيبقى جزء من المؤسسة اللي حتشكل ما يسمى بالحكومة المدنية، السلطة المدنية، معناه تعويم لقوى الثورة تصبح لا تتجاوز بقعة الزيت في محيط من الفلول الموجودين. معلش أنا ما قاطعتك، يعني خليني أكمل جملتي. مفتوح هذا الباب لكل من حيوقع، ديل حيمشوا يشتغلوا القصة دي. بعدين ما هو الآمر الناهي لسه قاعد، هو اللي قاعد يدي الأوامر، تمشوا السكنات، تمشوا الانتخابات، تتفقوا في الأول تجونا، وبعدين هو قاعد على رأس المؤسسة العسكرية، قاعد على رأس المؤسسة العسكرية. لكن قد يقول أن هذه المؤسسة العسكرية الآن هي ستكون يعني تحت مظلة رئيس مدني. ما قلت لك ده زي البديت بها كلامي القبيلي، كلام ساكت على هوا ساكت، نحن ما بنسوق هوا. هل ترى أن بالإمكان، ما هو الطريق الذي يمكن أن يجمعكم؟ لو سمحتي، هو وقع قبل كده تعهد وميثاق وعنده صلاحيات محددة جدا، تجاوز هذه الصلاحيات بالزيارة المسخ لعنتبي، يده في يد المجرم نتنياهو، قائد دولة الكيان الصهيوني، وبعيد عن مجلس السيادة، وبعيد عن صلاحيات حتى الفترة الانتقالية، وانتقد هذا الأمر. والآن ده بيتكرر مرة لدي دقيقة فقط. الآن نحن نتحدث عن هذا الاتفاق الذي وقع، هل يمكن أن يلحق به حزب البعث إذا عدل في جوانب مختلفة، بما أنهم يتحدثون عن أنه اتفاق إطاري ومفتوح للجميع، هل بالإمكان أن تكونون ضمن هذا الاتفاق في أيام مقبلة؟ إذا في اتفاق على مساءلة ومحاكمة اللي ارتكب جريمة انقلاب 25 أكتوبر ويجريد، إذا في اتفاق إنه نحن ماشيين ما برانا نستصحب معانا قوى الثورة في جبهة عريضة، موافقين. إذا ده ما في بيبقى ما حيكون عندنا علاقة يعني بال يبقى ما هذه عدم العلاقة، هل هو يعني مناوئة وسعي لتقويض هذه الاتفاقية؟ لا يعني نحن الحاجة اللي ما بتقدم مصلحة لأبناء وبنات شعبنا، اللي بتتنكر لدماء الشهداء، اللي بتشرعن الانقلاب، اللي بتسكت عن القصاص والعدالة، تضعها كأمر واقع قدام الناس. نحن ما بنغش شعبنا، نحن رأس مالنا شنو غير الرأي العام والشعب، ده رأس مالنا نحن. شكرا جزيلا أستاذ عثمان أبو راس، نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وشكرا جزيلا الأستاذ نصر الدين رحال، قيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة صياغة الدستور، وكان حديث عن ردود فعل متباينة حول هذه الاتفاقية والاتفاق الإطاري الذي وقع بالأمس. وكنا معكم منذ الأمس عبر قناة الشروق في مساحات مختلفة ونبض حي لنقل ورصد رد الفعل حول هذا الاتفاق، وبالتأكيد تتواصل هذه المساحات في أيام مقبلة. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.